بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ومن نوى الإفطار أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الصيام شرعا هو الإمساك عن المفطرات مع النية، الإمساك مع النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية. فإذا قطع النية في أثناء النهار نوى الإفطار بطل صيامه، لأنه قطع النية. إذا قطع النية بطل صيامه. نعم. ولو لم يأكل ولم يشرب، لأنه بالصيام مجرد ترك الأكل والشرب، بل لابد من النية أيضا. نعم. أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. لقطعه النية كمن لم ينوي من الأصل. نعم. وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. لكن هو بطل الصيام المفروض، فإذا كان في غير رمضان، في رمضان يبطل خلاص ما عاد، لكن يمسك بقية اليوم ويقضي، هذا في رمضان. أما إذا كان قضى في بعد رمضان أو كفارة أو نذر وقلنا بطل صيامه بنية الإفطار، لا مانع أنه يستمر وينويه نفلا، ينوي هذا اليوم نفلا، لأن النفل ما يشترط مداومة النية، بل يجوز أن ينوي من النهار كما سبق. نعم. ومن قطع نية، ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح. كما سبق. نعم. إذا كان هو في رمضان إنما هو يصوم نذر ولا يصوم كفارة عن قتل أو جماع في رمضان مثلا، أو قضى رمضان ثم قطع النية في أثناء النهار وهو ما أكل ولا شرب، يحوله إلى نفل، ما يخالف، يحوله إلى نفل، لأن النفل يصح بنية من النهار. نعم. كما لو انتفل من فرض صلاة إلى نفلها. كما لو كان يصلي فريضة، صلي فريضة ثم بدا له أن يحولها إلى نافلة، لأن وقت الفريضة واسع، قال الوقت واسع وبنتظر جماعة يجون أحولها إلى نافلة، فإذا جاء جماعة صليت معهم لا بأس بذلك، يجوز تحويل الفريضة إلى نافلة، ولا يجوز العكس، ما يجوز أن تحول النافلة إلى فريضة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. الصوم له مبطلات، له مبطلات وهي المفطرات من الأكل أو الشرب متعمدا أو الجماع أو الحجامة أو خروج الحيض من المرأة، مفطرات هذه تبطل الصوم. ولكن بعضها يبطل الصوم وتلزم معه الكفارة مثل الجماع، ما يكفي أنه يقضي فقط، بل يقضي ويكفر أيضا. الجماع يوجب الكفارة مع إبطال الصوم، وأما بقية المفطرات فلا توجب كفارة، الأكل والشرب متعمدا أو الحجامة
لا توجب الكفارة. نعم. وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه. الأكل والشرب هذا بالنص، هذا بالنص يبطل الصيام بالنص إذا تعمده. وأما ما يلحق بالأكل والشرب مما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فهذا يلحق بالأكل والشرب يبطل الصيام لأنه وصل إلى الجوف تعمده. فإذا وضع في فمه أو وضع في فمه ماء وابتلعه يبطل صيامه يلحق بالشرب. كذلك لو وضع في أنفه ماء متعمدا وضع ماء في أنفه متعمدا ووصل إلى جوفه يلحق لأنه ملحق بالشرب يفطر لأنه ملحق بالشرب لأنه ماء وصل إلى جوفه باختياره فيبطل صيامه كما لو شرب. هذا هو الاستعاط. الاستعاط معناه وضع الفاء الماء في الأنف متعمدا يصل إلى جوفه. قد قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن لا يصل إلى جوفه. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق توقيا لذهاب الماء إلى جوفه. كذلك الوجور، الوجور الذي يكون في الفم يوضع في فمه شيء ثم يصب الماء، يوضع في فمه شيء يفتحه ثم يصب الماء فيه إذا وصل إلى جوفه يبطل صيامه لأنه مثل الشرب. نعم. أو اشتقن أو اكتحل بما يصل. اشتقن كذلك مما يلحق بالأكل والشرب الاحتقان، احتقان عن طريق الدبر حقنة لأجل تطهير المعدة يأخذ حقنة من طريق الدبر من طريق الشرج يدخل الماء إلى جوفه عن طريق الشرج الدبر لأجل تطهير المعدة. هذا يبطل الصيام لأنه تتغذى به العروق، تتغذى به العروق. نعم. هذه الحقنة. نعم. أو اكتحل، أو اكتحل في العينين، العينين أيضا منفى إذا وضع فيهما شيء يجد طعمه في حلقه شيء مجرد كحل دواء ماء قطرة إذا وضعها في عينيه ويجد طعمها في حلقه إذا وجد طعمها في حلقه يفطر. أما إذا وضعها ولم يجد طعمها في حلقه فلا ما يؤثر. نعم. أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه، إلى حلقه. أما إذا لم يعلم فاكتحاله أو القطرة ما يؤثر على صيامه. نعم. لرطوبته أو حدته. ها؟ لرطوبته أو حدته. أو حدته. لرطوبته معروف القطرة لها ماء من السوائل. أو حدته يعني حدة رائحته، حدة رائحته إذا وجد طعم الحدة والرائحة في حلقه هذا دليل على وصوله إلى جوفه. نعم. لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير. يعني ما يوضع في العين سواء كان سائلا أو جامدا إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر لأنه وضعه متعمدا وذهب إلى حلقه
من أثر ذلك يبطل صيامه. أما إذا لم يجد طعما في حلقه إنه لا يؤثر، لكن يقال له لا تفعل هذا في النهار، افعله في الليل خشية من الإخلال بالصيام. نعم. أو إثم دين كثير أو يسير مطيب فسد مطيب فصل. مطيب مطيب الإثمد نوع من الحجر يسحق ويكتحل به، وهذا أحسن أنواع الكحل الإثمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل به ويفيد في العينين، يتجنبه الصائم في النهار يفعله بالليل. نعم. فسد قومه لأن العين منفذ. العين منفذ والأذن منفذ والفم والأنف منافذ تصل إلى الجوف. نعم. وإن لم يكن معتادا. نعم. قال فسد قومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. وإن لم يكن معتادا، يعني المعتاد الأكل والشرب مع الفم، لكن الاكتحال والاستعاط هذه ما هي معتادة، لكن إذا فعلها ووصلت إلى الحلق صارت في حكم المعتاد. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، طريق الفم، من طريق الشرج، من طريق الحقنة، من طريق الحقنة التي تغرز في الظهر أو في البطن وتصل إلى الجوف، مادة تصل إلى الجوف، كلها لا يبطل الصيام. نعم. غير إحليله. غير الإحليل وهو قصبة الذكر، فإذا أدخل إلى المثانة شيئا من طريق الإحليل لم يبطل صيامه، لأن هذا منفصل، ما هو من الجوف، لأن المثانة منفصلة ما هي من الجوف. نعم. فلو قصر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. الإحليل يعني الإحليل اللي هو قصبة الذكر، إذا حقنها بشيء وصل إلى المثانة وهي مجمع البول لم يؤثر على صيامه، لأن هذا لا يسمى بالجوف. نعم. أو التقاء. من مبطلات الصيام الاستفراغ المتعمد، فإذا استفرغ ما في معدته عن طريق الفم فإنه يبطل صيامه، لأنه كما يبطل بالإدخال إدخال الطعام والشراب يبطل أيضا بإخراج الطعام والشراب من المعدة. أما إذا غلبه القيء من غير اختياره فلا يبطل صيامه، لأن هذا بغير اختياره، الصائم إذا غلبه القيء وخرج بدون تسبب منه صيامه صحيح. أما إذا فعل هو السبب واستفرغ فإنه يبطل صيامه كما لو أكل أو شرب. نعم. أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا. نعم. لقوله صلى الله عليه لقوله هذا الدليل نعم. هذا الدليل على أن الاستفراغ متعمدا يبطل الصيام. نعم. لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي. حسنه الترمذي. نعم. من استقاء عمدا فليقضي، قوله عمدا يخرج غير العمد، إذا غلبه القيء وخرج صيامه صحيح. نعم. أو استمنى فأمنى أو أمدى. من مبطلات الصيام الاستمناء، يعني يخرج المني من ذكره
بيدها وغير ذلك، فإنه يعني هذا شهوة، يعني استخراج المني أو دفق المني بلذة هذا شهوة، فإذا فعله بطل صومه. نعم. أو باشر، أو باشر امرأته فأنزل، باشر امرأته راجعها قبلها لشهوة فأنزل يبطل صومه، أما إذا لم يحصل إنزال فلا يبطل صومه. نعم. أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى، فأمنى يبطل صومه لأنه لم يتجنب الشهوة، والجماع يبطل الصوم. كذلك الاستمناء مثل الجماع، فيه شهوة وفيه لذة فيبطل الصوم مثل الجماع. أما المذي وهو ماء لزج يخرج قبل عند الملاعبة وعند تذكر النساء، ماء رقيق، المذهب أنه يفطر لأنه خرج بشهوة، ولكن الصحيح أنه لا يفطر، ما هو مثل المني. نعم، صحيح أنه لا يفطر، لكن يجب عليه تجنب هذا الشيء لأنه يتنافى مع آداب الصيام. نعم. قال فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل منيا. نعم، إذا أمنى أنزل منيا بسبب النظر إلى النساء، بسبب النظر المتعمد إلى النساء يبطل صيامه، لأن هذا في حكم الجماع، خروج المني بلذة في حكم الجماع فيبطل صيامه، هذا إذا كرر النظر متعمدا. أما لو نظر ما تعمد، نظر الفجاءة الذي لم يتعمده ونزلت شهوته، هذا لا يبطل صيامه يعني بغير اختياره، وقد عفي عن نظر الفجاءة أو الفجأة. نعم. وقال لك الأولى وليست لك الثانية. نعم. فسد صومه. نعم. لا إن أمدى أو حجم أو احتجم وظهر دم حامل ذلك. إذن الجماع يبطل الصيام بإجماع أهل العلم، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، جعل الجماع ينتهي بطلوع الفجر، هذا بإجماع أهل العلم أنه يبطل. كذلك ما هو في حكم الجماع مثل إنزال المني بالاستمناء أو إنزال المني بتكرار النظر إلى النساء، هذا في حكم الجماع لأنه متعمد شهوة فيبطل الصيام. نعم. قال أو حجم أو احتجم، حجم أو حجم أو احتجم وظهر دم. نعم، من مبطلات الصيام الحجامة، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي آلة يستخرج بها الدم من الإنسان من باب الطب، والحجامة من الطب النبوي وفيها فائدة للجسم، هي مفيدة، حجامة مفيدة ونوع من العلاج، لكن الصائم لا يفعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الدم يقوي البدن، لأن الدم يقوي البدن، فإذا أخرج ما يقوي بدنه أخل بصيامه، إذا أخرج ما يقوي بدنه فإنه يضعف
يضعه عن الصيام ويخل بالصيام، فلذلك يفطر بذلك. فالصائم يتجنب الحجامة، مثل الحجامة في العصر الحاضر سحب الدم، سحب الدم للتبرع به أو لإسعاف مريض، هذا مثل الحجامة يبطل الصيام، لأنه استخراج للدم الذي به يتقوى بدنه فيبطل الصيام. أما استخراج الدم اليسير كالفصد اليسير والعينة التي تؤخذ للتحليل دم يسير، هذا لا يضر، ما هو مثل الحجامة، هذا دم يسير ولا يضر. نعم. وكذلك لو انجرح الإنسان، انجرح الإنسان ونزف منه دم، هذا لا يفسد صيامه، لأنه بغير اختياره، بغير اختياره فلا يفسد صيامه، ولا يقال هذا مثل الحجامة، الحجامة باختياره وهذا شيء بغير اختياره. نعم. عامدا ذاكرا، إذا احتجم عامدا، أما لو لم يتعمد أو عامدا لكن ناسي أنه صائم، احتجم متعمدا لكن ناسي أنه صائم، لا يبطل صيامه، كما لو أكل أو شرب ناسيا، قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. فإذا احتجم عامدا يخرج بذلك الناسي، مختارا يخرج بذلك المكره، لو أكره على الحجامة أو سحب الدم بغير اختياره وبغير إذنه فإنه لا يفسد صيامه. نعم. عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. نعم. لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم واضح يفطر لأنه استخرج الدم، لكن الحاجم كيف يفطر؟ قالوا لأنه يمتص الدم، يمتص الدم، ما يخرج الدم إلا بعد ما يمتصه الحاجم بالنفس يجذبه، ربما يطير إلى حلقه شيء منه، هو مظنة أنه يطير إلى حلقه شيء من الدم، لذلك يفطر. نعم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة الأحاديث، وتوافرت الأحاديث بذلك، أي أن المحتجم يبطل صيامه، تضافرت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يرى أنه لا يفطر الحاجم، أنه لا يفطر المحتجم، الجمهور يرون أنه لا يفطر، إنما هذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، لكن الدليل مع الإمام أحمد، وهذا كلام ابن خزيمة وشافعي أيضا يقول تضافرت الأدلة على ذلك. نعم. ولا يفطر بفصد، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. لا يفطر إذا خرج الدم بسبب الفصد، بسبب الفصد وثقب العرق فيخرج منه دم، هذا ما هو مثل الحجامة. ولا بشرط وهو شق الجلد يخرج دم، هذا لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة. ولا رعاف وهو الدم الذي ينزف من الأنف، لأن هذا بغير اختياره. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها، لا إن كان ناسيا وقت ما احتجم ناسي أنه صائم أو مكره على ذلك فصيامه لا يبطل. نعم.
ولو بوجور مغمى عليه معالجة. الوجور عرفنا أنه وضع الماء في الفم، إنسان وضع في فمه ماء، ما وضعه، وضعه غيره، لكنه تركه في فمه حتى ظهر ذهب إلى جوفه، كان الواجب عليه أن يلفظه، أن يلفظه، لكنه تركه ذهب إلى جوفه، يبطل الصيام لأنه مثل الشرب. لكن لو كان الصائم نايم أو مغمى عليه وجاءوا يعالجونه ووضعوا الماء في فمه وذهب إلى حلقه، لا يؤثر على صيامه هذا، لأنه لم يتعمد هذا الشيء، وإنما فعل به بغير اختياره. نعم. ولا يفسد صومه وأجزأه. أي نعم، الذي فعل به الوجور وضع في فمه وذهب إلى جوفه وما مغمى عليها ونايم، لا يفسد صيامه لأنه بغير اختياره. نعم. لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، إذا نسوا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما استكره عليه، المكره معذور، المكره معذور، حتى إذا تكلم بكلام الكفر يدفع الإكراه عنه فهو معذور. قوله تعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره ليس له فعل، إنما الفعل من غيره. نعم. فلا يؤاخذ. نعم. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم. قال الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني صومه لا صحيح ولا يتأثر. لماذا؟ لأنه ناسي، لأنه ناسي، والناسي لا يؤاخذ، بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت، قد فعلت. فالناسي والمكره لا فعل لهما، فإذا حصل شيء من تناول المفطرات للصائم وهو ناسي فإن صيامه صحيح. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان. الصائم إذا تعرض للغبار دخل إلى حلقه لا يؤثر على صيامه، يعني هذا بغير اختياره. أو دخان، دخان مطبخ أو دخان حطب، ما تعمد هو، هو ما تعمد هذا الشيء ولكن وصل إلى حلقه، لا يؤثر على صيامه. أما لو ابتلع الدخان متعمدا إنه يبطل صيامه، مثل اللي يدخن التتن، وهذا لأنه متعمد هذا الشيء فيبطل صيامه. أما الدخان الذي يذهب من نار أو من حطب يوقد أو من مكينة أو من وبغير اختياره، هذا لا يبطل صيامه ولو وصل إلى حلقه. كذلك الذباب، إذا طار إلى حلقه ذباب ودخل في جوفه لا يبطل صيامه لأنه لم يتعمد هذا الشيء. نعم. نعم. ولا يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم. لا يفطر إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان أو ذباب، لا يفطر لأنه لم يتعمد ذلك. دل على أن الذي يشرب الدخان يفطر لأنه تعمد هذا الشيء. نعم. أو فكر فأنزل لم يفطر. أو فكر في النساء فأنزل لم يفطر، لأن هذا الشيء ليس باختياري، والتفكير يغلب على الناس، يجي الناس بدون قصد.
نعم. لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. لأن التفكير من هذا النوع، حديث نفس، التفكير حديث نفس، فإذا فكر في النساء وأنزل فلا يبطل صيامه، لأنه معفو عن التفكير وحديث النفس. عفي لأمتي الخطأ والنسيان، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعفي لأمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا خطر بقلبك شيء مكروه ودفعته فإنه لا يؤثر، أما إذا تكلمت به أو عملت به فإنه يلزم حكمه ويلزم أثره، لأنك فعلته متعمدا. نعم. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم. قياس التفكير في القلب على تكرار النظر غير مسلم، لأن تكرار النظر متعمد، أما التفكير هذا غير متعمد. لأنه دونه، لأن التفكير دون تكرار النظر. نعم. النظر من فعلك، أما التفكير والخواطر هذه ليست من فعلك، لحديث نفس. نعم. أو احتلم لم الصائم. عرفنا أن الجماع يفطر الصائم بالإجماع، الجماع يفطر الصائم بالإجماع، لكن لو احتلم وهو صائم فأنزل، هذا لا يؤثر على صيامه، وإن كان جنابة ويلزمه الاغتسال لكن لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. نعم. النائم غير مختار. نعم. فإذا احتلم وهو صائم وأنزل فصيامه صحيح وليس عليه إلا الاغتسال من الجنابة. نعم. أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، إنما هو بغير اختياره. نعم. وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه. سبق هذا أنه إذا قاء بغير اختياره غلبه القيء فخرج فهذا لا يؤثر على صيامه. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه. نعم، هذا يحصل، إنسان يتسحر وربما يبقى شيء من الطعام في أسنانه ويأتي عليه النهار وفي فمه شيء من آثار الطعام، فهذا إن لفظه فلا شيء عليه، وإن ابتلعه متعمدا يبطل صيامه. لاحظوا هذا، إذا أصبحت صائما ووجدت في فمك شيء من الطعام فإن لفظته لم يؤثر على صيامك، وإن ابتلعته متعمدا أبطل صيامك لأنه مثل الأكل، أما لو ابتلعته ناسيا أو جاهلا إنه لا يؤثر على صيامك، أنك معذور في هذا. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه. نعم. وكذا لو شق عليه أي يلفظه. ها؟ وكذا لو شق عليه شق، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه. إذا بلعه لأنه لم يتمكن من لفظه، ما يتمكن من لفظه ذهب مع ريقه لا يؤثر، أما إذا كان يمكنه لفظه ولكنه بلعه متعمدا إنه يبطل صومه، لأنه مثل الأكل والشرب، هو نوع من الأكل والشرب. نعم. نعم.
فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. نعم، عفية لأمة الخطأ والنسيان، هذا منه. نعم. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. إلى بقية الطعام إذا وجدها ثم ابتلعها متعمدا يبطل صيامه. نعم. قال: إذن فإذا أصبح في فمه شيء من الطعام من أثر السحور فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يلفظه، هذا لا يؤثر على صيامه. الحالة الثانية أن يبتلعه متعمدا، هذا يبطل صيامه. الحالة الثالثة أن يبتلعه غير متعمد، فهذا لا يبطل صيامه أيضا. نعم. ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. نعم، هذا شيء معروف، أنهم كانوا يعالجون المعدة عن طريق الرجلين. كيف ذلك؟ يجعلون على بطون القدمين شيء من الحنة، من الحنة أو من الحنظل أو من، وسبحان الله يذهب مع المسام، يذهب الطعم مع المسام وينتهي إلى المعدة. هذا لا يؤثر لأنه ليس أكلا ولا شربا، فلا يؤثر على الصيام. وإلا كانوا يتعالجون بالشيء هذا، يضعون على الرجلين شيء فيذهب مع المسام إلى المعدة فيسبب الإسهال، يسبب للإنسان الإسهال، فهو نوع من العلاج. نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق. كذلك للصائم أنه يغتسل وينغمس في الماء، لا مانع، يتبرد في الماء، لا مانع من ذلك. ولو أنه طار إلى حلقه شيء من غير تعمد فلا يؤثر هذا، فله أن يغتسل وله أن يستحم يتبرد. فإذا ذهب إلى حلقه شيء من غير تعمد لم يؤثر هذا على صيامه. نعم. أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق. نعم، أعد العبارة. قال رحمه الله: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق. أي نعم، وطار إلى حلقه شيء فلا يؤثر هذا على صيامه لأنه لم يتعمده. نعم. أو بالغ فيهما، بالغ في المضمضة والاستنشاق، هذا مكروه للصائم، مكروه للصائم لكن لا يبطل صيامه. نعم. أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. وإن كان هذا مكروها، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة الاستنشاق إذا كان صائما منهي عنه، لكن النهي للكراهة. فلو وصل إلى حلقه شيء من أثر المبالغة في الاستنشاق لم يبطل صومه لأنه لم يتعمد هذا الشيء. نعم. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. لحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. وكره له عبثا أو إسرافا. يكره له المبالغة في الاستنشاق من باب العبث أو من باب الإسراف في الاستنشاق، يكره له ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما هذا للكراهة ما هو للتحريم. نعم. وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش، أو فعله لحر، شدة حر تبرد، أو عطش يريد تخفيف يبس حلقه
حلقه يابس أو فمه يابس ووضع فيه ماء لتليين الفم لا يؤثر هذا على صيامه، بشرط أن يلفظه أن يمجه. نعم. كغوصه في ماء لغير غسل مشروع. كغوصه في ماء، غاص الإنسان في الماء وهو صائم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولو أحس بشيء في حلقه، لأن هذا بغير اختياره، ما لم يكن هذا للطهارة، لأنه منهي أن الرجل ينغمس في الماء، الجنوب ينغمس في الماء، منهي عن هذا، نهى صلى الله عليه وسلم الجنوب أن ينغمس في الماء، بل يغترف منه اغترافا من الخارج. نعم. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. هذه قاعدة، ما دخل إلى حلقه من غير قصد، حتى لو أكل أو شرب من غير قصد أو مكره لم يبطل صومه. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. أما إذا تبين له أنه حصل هذا منه بعد الفجر فصيامه غير صحيح، صيامه غير صحيح، لأنه أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر، إنما إذا لم يتبين له فالأصل بقاء الليل وصيامه صحيح. نعم. ولا قضاء عليه. نعم، لأنه لم يتبين له خلاف الأصل. نعم. ولو تردد. هو الشك، التردد هو الشك. نعم. لأن الأصل بقاء الليل في هذه الحالة، الأصل بقاء الليل وهو بنى على الأصل ولم يتبين له خلاف الأصل فصيامه صحيح، لكن لو تبين أنه أكل أو شرب بعد الفجر فإنه لا بد من إعادة الصيام الواجب. نعم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس. لا، إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في غروب الشمس يبطل صومه ولو لم يتبين له خلافه، لأن الأصل بقاء النهار. لاحظوا الفرق بين المسألتين، إذا أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له خلافه فصومه صحيح بناء على الأصل، عكسه لو أكل أو شرب قبل غروب الشمس شاكا فصيامه غير صحيح، لأن الأصل بقاء النهار. نعم. شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب. اي نعم، لأن الأصل بقاء النهار ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين غروب الشمس. نعم. لأن الأصل بقاء النهار. نعم. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا. إذا أكل وتسحر متيقنا أنه في الليل لكن بان أنه نهار، إذا تبين خلاف ما تيقنه فيبطل صيامه. نعم. فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى، لأنه لم يتم صومه. لم يتم صومه. نعم، لأنه أكل بعد طلوع الفجر أو أكل قبل غروب الشمس لم يتم صومه، لأن الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا، من باب أولى،
إذا كان لو أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس يبطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار. من باب أولى إذا تيقن أن الشمس غربت تبين أنها ما غربت، صار ما أكمل النهار. نعم. ولم يجدد نية لواجب. نعم. لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. ظانا، الظن أقوى من الشك، الظن أقوى من الشك. فإذا أكل ظانا غلبة الظن يعمل بها، كثير من الأحكام يعمل بغلبة الظن، يقولون غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. فإذا أكل ظانا غروب الشمس، المسألة الأولى شاكا في غروب الشمس، لكن هذه ظان والظن أقوى. فإذا أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له خلاف ظنه فصومه صحيح، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. نعم. قال فصل. يكفي. نعم. طيب. إيش الفصل هذا؟ ما يكره؟ قال ومن جامع في نهاية. نعم، المفطر. نعم، ما زال في المفطرات. نعم. نكمل. يكفي. طيب، أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول هل العطور أو البخور يدخل في المفطرات؟ نعم، إذا تعمد شم البخور وصل إلى حلقه يبطل صيامه، إذا تعمده بشرطين. الشرط الأول إذا تعمده، الشرط الثاني إذا وصل إلى حلقه إنه يبطل صومه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إذا تزوج الرجل امرأة من أهل الكتاب فهل يكرهها ولا يجوز له حبها؟ يكرهها من أجل دينها، لا يحب دينها. أما أنه يحبها من باب الزوجية محبة طبيعية فلا بأس بذلك، جعل بينكم مودة ورحمة، محبة طبيعية ما هي دينية، مثل ما تحب الأكل والشرب، هذه دين ما هي دين، هذه طبيعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول في هذا العصر أصبحت الحجامة أكثر تطورا ولا يمتص الحاجم الدم كما كان يفعل قديما، فهل يبطل صيامه؟ نعم، الحديث باقي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث باقي، يفطر الحاجم والمحجوم. وأما قولهم يمكن يصل إلى حلقه الدم، هذا إنما هو تقدير، لكن الحديث باقي. نعم. ولعل في هذا زجر عن الحجامة، لأنه إذا امتنع الحاجم امتنعت الحجامة، فهو السبب فيها. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول ما حكم استخدام المراهم أو ما حكم استخدام المراهم أو دواء الربو والبخاخ وقطرة العين؟ أحسن الله إليك. قطرة العين سمعتم الكلام فيها، إذا وصلت إلى حلقه يبطل الصيام، إذا لم تصل فلا يبطل الصيام. وأما المساحيق والمراهم والدهونات التي توضع على الجلد هذه لا تؤثر على الصيام. نعم. وأما أخذ علاج الربو، أخذ البخار الذي يستعمل للربو، هذا محل شك ومحل إشكال، وقد تبين أن البخار هذا أنه مشبع بالدواء، مشبع بالدواء، لا شك أن تجنبه أحوط للصائم. وإن كانت اللجنة الدائمة أفتت بجواز استعمال البخار للصائم لمن فيه ربو إذا كان صائما، أجازوا له تناول هذا البخار، لكن لسؤال الأطباء تبين أن هذا البخار ما هو هواء فقط، وإنما هو هواء مشبع بالدواء وفيه ماء أيضا،
لا شك أن تجنبه أحوط للصائم، يستعمله بالليل، يستعمله بالليل. نعم أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن إبرة الإنسولين، ما حكمها؟ الإبرة اللي تحت الجلد ما تؤثر على الصيام، الإنسولين وغيره إذا كانت تحت الجلد لا تؤثر على الصيام. الإبرة على ثلاثة أنواع: إبرة تؤخذ تحت الجلد هذه لا تؤثر على الصيام لأنها لا تدخل إلى الجوف. النوع الثاني الإبرة المغذية، هذه تبطل الصيام بالإجماع لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. النوع الثالث الإبر غير المغذية التي تؤخذ في الوريد تختلط بالدم، هذه محل خلاف بين فقهاء العصر، منهم من يقول إنها تفطر لأنها مثل المغذية اختلطت بالدم وسرت في الجسم فهي تفطر الصائم، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره من، والفريق الثاني يقول لا ما تفطر لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، ليست مغذية فلا تفطر، هذا القول الثاني فيها. على كل حال المسلم يتجنب الخلاف، يخرج من الخلاف ويحافظ على صيامه. نعم نعم سنوريك. هذا سائل من الإخوة الفرنسيين يقول: امرأة لم تصوم لمدة 8 سنوات منذ بلوغها ثم استقامت، فما الحكم فيما فاتها من الصيام؟ يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء ما تركته من صيام رمضان، يجب عليها أن تقضيه وأن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مع التوبة إلى الله عز وجل، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يسقط. لو نسيت تصلي أو لو نسيت تصلي عليها عدة فرائض ما صلت، ما درت أن الصلاة واجبة ولا نقول تسقط عنها الصلاة، لا تصلي تقضي. كذلك الصيام، الصيام مثل الصلاة ركن. نعم أحسن الله إليكم. وهذا الأخ الفرنسي نفسه يسأل يقول: رجل كان نصراني وعاشر امرأة معاشرة غير شرعية وأنجبت منه وهي تسكن معه في بيت والديه، ثم أسلم هذا الرجل، فماذا عليه الآن تجاه المرأة والولد، وهل يلحق الولد به أم لا؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل والابتعاد عن هذه المرأة الخبيثة، يبتعد عنها نهائيا. وأما الولد فالولد للعاهر الحجر، ما يلحق به، إنما يلحق بأمه فقط، يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني، الزنا لا يلحق النسب بالأب وإنما يلحقه بالأم فقط، فهم أولاد لأمهم وليسوا أولادا للزاني. نعم الولد للفراش، وهذه ليست فراش، هذه ليست فراشا، ليست زوجة، فأولادها لا ينسبون إلى الزاني بها. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟ يكره، يكره كراهية ولا يحرم، يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة لأجل الرفق بالناس، لأنه يشق عليهم الصيام والوقوف بعرفة لا سيما وقت الحر وقت الصيف، فيكره للواقف بعرفة أن يصوم لأنه خلاف السنة، لكن لو صام فصومه صحيح مع الكراهة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل القيء ينقض الوضوء كما ينقض الصوم؟ هل القيء ينقض الوضوء كما ينقض الصوم؟ نعم إذا تعمد القيء يبطل وضوءه، أما إذا لم يتعمد فوضوءه صحيح. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: من صلى نفلا ثم قلبه فرضا جهلا منه بالحكم ثم تبين له الحكم بعد ذلك، فما عليه؟ عليه القضاء لأنه لم يصلي، عليه القضاء، ما ينقلب النفل ما ينقلب إلى فرض،
لا يصعد إلى أعلى. نعم. وهذا يقول: من استمنى في نهار رمضان ماذا يفعل؟ عليه القضاء، من استمنى وأنزل فعليه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. وهل عليه كفارة أحسن الله إليك؟ لا، ما عليه كفارة، لأن هذا ليس بجماع، كفارة إنما هي بالجماع. نعم. يقول: ما حكم من تبرأ من ولده ومن جميع الأسرة من التحدث معهم؟ هذه قطيعة ولا تجوز، إذا ترك التحدث معهم من غير سبب هذه قطيعة وحرام، وهي من الكبائر، قطيعة الأرحام من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يجوز قطيعة الرحم، ولكن إذا هجرهم لأنهم عصاة ولم يقبلوا النصيحة، وهم عصاة هجرهم لأجل أن يتوبوا، هذا مشروع. الهجر إذا كان لأجل زجر العاصي أن يتوب فهذا مشروع. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، كيف يجمع بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ لم يثبت أنه احتجم وهو صائم. يقول الإمام أحمد: هذه اللفظة وهم، والصحيح أنه احتجم وهو محرم، الصحيح أنه احتجم وهو محرم، فتوهم الراوي فقال وهو صائم، وهذا لم يثبت. نعم. سلام الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقصد بالاحتقان هل يقصد بالاحتقان الإبرة المغذية، أو أن معناها جميع؟ لا يا أخي، الاحتقان في المعدة، الاحتقان في المعدة عن طريق الشرج، يسمونه تطهير المعدة ولا لا؟ يسمونه تطهير المعدة. هذا لا يجوز، لأن العروق تتغذى من هذه الحقنة. نعم. أحسن الله عليك. بالنسبة للإبر، هل يعني تدخل فيها الإبر المغذية وغير المغذية، ولا الإبر تكون الإبر المغذية التي تفطر وغير المغذية، ولا فقط الإبر المغذية فقط هي التي تفطر؟ المغذية تفطر بالإجماع، لأن بمعنى الأكل والشرب. الخلاف في الإبر غير المغذية التي تؤخذ عن طريق الوريد، طريق الوريد تختلط بالدم، هذه اللي فيها الخلاف. أما التي تؤخذ تحت الجلد هذه لا تفطر بالإجماع، ما نعلم أحد قال إنها تفطر. فالإبر على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يؤخذ تحت الجلد هذا لا يفطر، النوع الثاني ما يؤخذ بالوريد وهو مغذي هذا يفطر بالإجماع، النوع الثالث ما يؤخذ بالوريد وهو غير مغذي وإنما هو دواء فقط، هذا محل الخلاف. نعم. وهذا سائل أحسن الله إليك يقول: ما يقول هل بلع النخامة من المفطرات، وما هو الإحليل؟ نعم، إذا تعمد بلع النخام وصلت إلى حلقه ولم يلفظها، بل تعمد وابتلعها، فإنها تبطل صيامه. أما إذا ذهبت إلى جوفه من غير تعمد فلا حرج عليه في ذلك. نعم. وهذا سائل أحسن الله إليك يقول: ما المراد بقول المؤلف الإحليل؟ الإحليل قلنا لكم قضيب الذكر، القضيب هذا الإحليل. نعم. أحسن الله إليك. علنا أن نختم بهذا السؤال. يقول: يا شيخ، أنا أعاني من ضعف شديد في البصر، فأسألك بالله أن تدعي لي بالشفاء في سجودك، وقد أرسلت مرارا هذا السؤال. يا أخي، لا تعتمد على غيرك في الدعاء، ادع الله أنت، الله قريب مجيب، الله قريب مجيب. لا مانع انك تطلب الدعاء من اخيك، لكن لا تعتمد على هذا وتنسى الدعاء انت ما تدعو. ادعو الله واطلب من اخيك انه يدعو لك، والله قريب مجيب سبحانه. نسأل الله ان يشفيك وان يعافيك.